فريق اسوان يعني انا اتفرجت عليه الدور الاولاني مبارياته بالكامل. لما بتخش على فريق وانت عارفه او عارف امكانيات اللعيبه بيوفر عليك حاجات كتيره. طبعا كل واحد دي في شغله، وكابتن هاني طبعا مدرب كبير وعارف ليه اسلوبه وليه سيستم بتاعه وليه يعني النهج اللي بيمشي عليه بالنسبه للفريق. انا من المدربين اللي بحاول ان انا اشتغل على الحاجات اللي ناقصه اللعيبه، الحاجات الصغيره قوي، التفاصيل. التفاصيل دي اللي بتفرق بين اللعيب في الدوري الممتاز بيلعب في نادي كبير وبين اللعيب بيلعب في نفس الدوري الممتاز في نادي صغير، اللي هي التفاصيل الصغيره. التمركز الصحيح، الباص امتى يطلع، امتى العب لعب اللي هو بنقول عليه لعب تجاري، لعب امتى اهدي اللعب. في حاجات معينه دي يمكن في شغلنا مهما نتكلم عليها ما ينفعش ان هي لازم نشوف تتقال. في الملعب لكن انا في تعاملاتي مع اللعيبه الحمد لله دايما اللعيبه معايا في اي نادي بيبقوا قريبين مني جدا جدا، وبيبقى علاقتي بيهم قويه جدا، وفي نفس الوقت يعني بيعملوا لي الف حساب. يعني انا من نوع المدربين اللي صديق اللعيبه قوي قوي، لكن في الاخطاء ما بتنزلش، فاللعيب بيعمل حسابه ان هو ما يغلطش معايا. فبتلاقي العلاقه بيني وبينهم علاقه طيبه جدا. اللعيبه يمكن شفته مثلا في ماتش حرس الحدود، ابراهيم جلال بيجيب جون جاي بيبوظ دماغي. ابراهيم ما كانش بيلعب، ما كانش بيلعب كمان يعني. فقال لي يا كابتن قسما بالله، قال لي كده اقسم بالله العظيم انا بلعب عشانك، انا بموت نفسي في الملعب عشانك. فطبعا يعني تقدير واحترام ليك طبعا، لان يعني لما يكون لعيب، طبعا احنا كنا لعيبه وياما لعبنا. انا الكابتن يعني مثلا كابتن جوهري بالنسبه له كان طبعا يعني الاب الروحي، يعني كان بيقاتل احيانا عشان دي بتبقى حاله كويسه. انا من نوع المدربين اللي بعمل توازن في العلاقه بيني وبين اللعيبه، بدي الثقه للعيبه كويس قوي 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 في الملعب، بحسسه ان هو ما يقلش على الفرق الكبيره. لما كمان بتشتغلي مع فريق وتقولي له تعيش المباراه قبلها، واجي مثلا في محاضره فيديو اقول لهم هنشتغل كذا كذا، وفي المباراه الجايه ان شاء الله هنشتغل على دي، لو اشتغلناها صح هنجيب جون، يلاقوا نفسهم بيعملوها بيجيبوا جون. قبل مباراه الزمالك، قبل مباراه الزمالك فوز تاريخي طبعا على نادي الزمالك، يعني قنوات كلموني يا كابتن هاني وقلت لهم انا رايح العب على الثلاثه بونت، فاستهزأوا يعني مش هقول يعني ايه، يعني هم خدوا استكتروا الكلام يعني ازاي يا كابتن كوشه هتلعب الزمالك بالظبط. قلت لهم انا هلعب على الثلاثه بونت، انت ليه زعلانين ليه؟ طب كنت متاكد الثقه دي كانت جايه لك منين؟ من لعيبتي. من لعيبتك طبعا. طبعا حلوه الجمله دي. طبعا من لعيبتي. انا لو انا مش واثق فيهم عمري ما اقول كده، مش مكابره ولا غرور مش ولا حاجه، مش امكانياتك يعني. طبعا طبعا قلت لهم هلعب على الثلاثه بونت، قالوا لي الثلاثه بونت ده انت لو خدت بونت. قلت لهم هلعب على الثلاثه بونت، انا من يعني الكلام ده انا قلته فعلا، قلت له انا من مدرسه النادي الاهلي ما بعرفش العب على تعادل مع فرقه، وما بعرفش العب ان الفريق بحترم الفريق اللي قدامي وممكن يبقى اقوى مني، لكن انا عندي طموح بدال في 11 لعيب بيلعب 11 لعيب، انا بلعب لاخر دقيقه على ان انا اكسب. وبقول لكم اهو بعد الماتش نتكلم. ده الكلام ده كان مع الاعلام الكبير سيف زاهر، وكان مع محمد شبانه في الراديو، وكان فطبعا يعني الكلام طب يا كابتن هنشوف بعد الماتش. بعد الماتش طبعا ما كلموني قال لك كابتن كوش، قلت له انتوا شفتوا في المباراه احنا كنا نكسب 1 و2 و3، يعني شكلنا في المباراه صحيح. احنا اللي رحنا فرص. طب عايز اخد من كلامك بس قبل ما يعني المباريات الكبيره، يعني انا شايف ان المباريات الكبيره عملت مباراه كبيره قدام بيراميدز، فرقه كبيره قدام نادي الزمالك، قدام المقاولين كسبنا المقاولين. عايز اعرف الحته دي برضو على الجزء الفني، التاهيل للمباراه اللي بتلعب قدام الفرق الكبيره ما بتبقاش صعبه غير زي ما بتاهل الفرقه اللي مثلا بتلعب حرس الحدود. ايوه فرقه في نفس الليفل. في نفس الليفل أيوة يعني اتعاملت مع الجزئيه دي ازاي؟ بص يعني كابتن هاني يعني ايه طبعا من خبراته يعني جاب الملخص الموضوع، الفرق اللي معايا في نفس الليفل هي دي اصعب مباريات. بيبقى بحاول ان انا اشتغل اكتر حاجه على تنظيم في الملعب كويس جدا، التكتيك، قرايه الفرق اللي قدامي، الاخطاء، الشغل اشتغل على اخطائهم، اشتغل ان انا ما يبقاش عندي ثغرات. بيبقى الشغل كتير قوي فيه فني قبل المباراه اللي هي الليفل بتاعي. الفرق الكبيره زي الاهلي او الزمالك او بيراميدز بشتغل على العامل النفسي اكتر. مظبوط. ان انا هيئ اللعيب نفسيا هو ما يخافش من الخصم. وده اللي حصل في مباراه الزمالك، وحصل في مباريات كتيره.